صرحت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الخدمات بالمجلس نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي كمتحدث رئيسي عن الإقليم العربي في الجلسة المخصصة لمناقشة المسارات الإقليمية لتحويل النظم الغذائية ضمن القمة التحضيرية التي عقدتها الأمم المتحدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. هذا وقد أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن هذه المشاركة الأممية تعد فرصة لاستعراض التقدم البحريني على مختلف الصعد. البحرين تعد نموذج ملهم في تجاربها، وكل يوم تسجل قصة نجاح، ودور الدبلوماسية البرلمانية أن تكون شريكة في تسليط الضوء على المنجزات الحضارية للبحرين. حرصت خلال الاجتماع الأممي على الإشارة أن موضوع الأمن الغذائي يحظى باهتمام من أعلى المستويات من جلالة الملك الله يحفظه، وأيضا فيما يتعلق بأبعاد هذه المشاركة فأهميتها تكمن في أنها تأتي فرصة لاستعراض التقدم العربي عموما والبحريني تحديدا في إطار التحضير للقمة الأممية التي ستعقد إن شاء الله في شهر سبتمبر المقبل.